مساء الخير يا باشمهندسين. اخر درس في السيمستر ده هو الانفلونس لاين تروس، وزي ما كنت بدات الانفلونس لاين الفريمز بالكاميرا اللي احنا عارفينها دي، هبدا في تروس بالكاميرا اللي احنا عارفينها، لان هو كله نفس المبدا اللي احنا بنشتغل عليه. فدلوقتي المفروض بقيتوا اكسبرت، يعني دلوقتي لو قلت لكم انا عندي البيم بالمنظر ده وعايز ارسم انفلونس لاين للواي اي والواي بي، فانت هتحط مره هنا وانت خلاص مغمض كده، هتحط واحد في الحته دي، وعند الواي بي لما الواحد طنط يبقى فوق الواي بي هتحط واحد، صح؟ وتشوف اقرب سبورت وتوصله بالصفر وهكذا. ده اللي بتعمله هنا وبتعمله هنا، صح؟ احنا كلنا متفقين على ده. اللي عندنا دلوقتي في الدرس ده هو التراس، وهي نفس الفكره. دلوقتي انا عندي الواي ايه اهو، وعندي الواحد طن في الحته دي، فانت لو خدت سيجما مومنت حوالين الواي بي فانت هيطلع لك الواحد الواي ايه، هيطلع لك بواحد، تمام؟ ونفس الكلام لو خدت عند الواي بي هيطلع لك بواحد برضو. اقرب سبورت فين كان ده؟ هتوصل بالصفر هنا وهتوصل بالصفر هنا، تمام؟ هما نفس الفكرة. طب احنا لما كنا زودنا هنا كانتليفر في الكاميرا دي كنا عملنا ايه في رسمة الانفرنس لاين؟ كنا كل اللي احنا عملناه ان احنا مدينا الانفلونس لاين بتاعنا الرسمه بتاعتنا. ولو كنت عايز اجيب الفاليو دي كنت بعملها ازاي؟ تشابه مثلثات. نفس الكلام هنا هوصل، فهو نفس اللي بينطبق على البيمز، هو نفس التراس. طب التراس ده لو مديت له كانت ليفر بالمنظر ده طلع له كانت ليفر كده مثلا، تمام؟ وانتوا واخدين بالكم ان الواحد طن تتحرك فوق، ماشي؟ فالواحد طن لما تيجي عند الكانتليفر نفس اللي هتعملوه، هتمده هنا نفس ما عملنا في البيمز هنعمل في التراسس. اوكي، ده اللي عملناه هنا، ونمد ده الواحد طن هنا. عايزين نجيب الفاليوز دي، كنا اتفقنا قبل كده من درس البيم ممكن نجيبها كايكويشنز، وممكن ايه، وممكن نعملها تشابه مثلثات. اوكي، طب في حاجه دلوقتي يعني كفكره عن التراس. دلوقتي التراس احنا ما ينفعش لما نيجي نقول واحد، يعني مثلا الواحد طن دي نتيجة ان الواحد طن كانت واقفة هنا. طب وهنا الواحد طن كانت واقفة هنا، طب هل ينفع ان الواحد طن تقف هنا؟ لا، ما هو التراس بيشتغل لما الفورسز عندي تيجي عند الجوينتس. طب حصل مثلا ان الواحد طن جت هنا، هي مش تيجي هنا، هم عامة بيحطوا فوق التراس، لو انت بتتكلم المستوى اللي فوق ده بيحطوا بيمز بالمنظر ده والشارع اهو، تمام؟ بحيث لما يجي فورس مثلا هنا الفورس دي بتديستريبيوت على البوينت دي، على الكاميرا دي وعلى الكاميرا دي، ففي الاخر بيتوزع لي كفورس على الجوينتس. اوكي، فانت ممكن تعتبر الحته دي عباره عن حاجه زي سيمبل بيمز كده، تمام؟ دي العربيه فوق اهي، هما كده عباره عن سيمبل بيمز. اوكي، فلو جت عربيه هنا في النص في المسافه دي، فالواحد دي هتتوزع في الكاميرا دي اللي هو يعتبر سبورت دلوقتي، والكاميرا دي اللي هو يعتبر سبورت. فاحنا اللي بنعمله ايه في الانفرنس لاين؟ احنا بنحط الواحد طن هنا وبنحط الفاليو بتاعتنا، بنحط الواحد طن هنا وبيطلع الفاليو، بنحط الواحد طن هنا وبيطلع الفاليو، وبعد كده نوصل ما بينهم، تمام؟ دي كده كفكره التراس. ولازم تاخد بالك الواحد طن دي بتمشي فوق في المستوى اللي فوق ده ولا بتمشي في المستوى تحت، لان عادي بيبقى في شوارع مثلا زي في كوبري كده في المنصوره بيعدي فيه مترو، المترو ماشي من جوه، وفي كباري هتلاقي ساعات مثلا المترو ماشي فوق او العربيات ماشيه فوق والعكس يعني. فهو في مسائل التراس يا اما بيجيب لك واحده ماشيه فوق يا اما بيجيبها لك ماشيه تحت. طب احنا هنحل المسائل دي ازاي؟ عندي طريقتين، عندي الجوينت ميثود وعندي السكشن ميثود. الجوين ميثود دي بلجأ لها امتى؟ نفس ما كنا بنعمل في التراس زمان، او مش زمان يعني من 3 4 سكاشن. لو انا عندي او اعرف اجيب علاقه ما بين الممبر اللي انا عايز اجيبه، مثلا فرضا الممبر ده المطلوب ان انا اجيبه، لو انا عرفت اجيب علاقه ما بينه ما بين الرياكشن فانا هشتغل جوينت ميثود. اوكي، او مثلا علاقه ما بين الممبر اللي انا عايزه وفورس، زي مثلا الممبر ده لو انا عندي الواحد طن كانت ماشيه فوق، لو واحد طن كانت ماشيه فوق فانا ممكن استخدم جوين ميثود في الحته دي،
واطلع الممبر ده، لان انا دلوقتي اعرف اجيب علاقه ما بين الممبر ده والفورس. فانا عرفت اجيب علاقه ما بين الممبر اللي انا عايزه مع الفورس او الرياكشن، او ممبر انا عارف الانفلونس لاين بتاعه، فساعتها هشتغل جوينت ميثود. اوكي، زي ايه؟ زي الجوينت دي. تمام، انا لو خدت سيجما اف واي مثلا، لو سميت مثلا ان الجوينت مثلا دي اف واحد، لو خدت سيجما اف واي بتساوي صفر للجوينت دي، وليكن نسميها اكس فور جوينت اكس. لو خدت سيجما اف واي، ودايما بفرض ان الممبر بتاعتي تنشن، وهقول لك ليه كمان شويه. تمام، فانا هقول اف 1 زائد واي اي ناقص 1 ايكوال صفر، ف اف 1 هتساوي ايه؟ 1 ناقص واي اي. فانا دلوقتي جبت علاقه ما بين الاف 1 والواي اي، والواي اي دي احنا اول حاجه بنجيبها، فدي بتبقى معروفه عندنا. تمام، ده بالنسبه للممبر ده. طب لو الواحد طن لسه تحت، تمام، وجيت ادرس، انا عايز اجيب الممبر ده، فالممبر ده عشان ادرسه بشوف مين اسهل جوينت. فانا هل هدرس الجوينت دي عشان اجيب الممبر ده؟ لا، جوينت دي مكلكعه شويه، فاروح للجوينت دي. فمثلا لو سميت الجوينت دي ان مثلا، في الجوينت ان خدت سيجما اف واي واساويها بالصفر، بفرض دايما ان الممبر بتاعي تنشن، فده سميه اف 2 مثلا، ف اف 2 زائد 1 لو فرضت ان الواحد طن دي ماشيه فوق. تمام، لو فرضت ان الواحد طن ماشيه فوق، فهي الاف 2 دي بتساوي ايه؟ سالب 1. طب انا لو كان واحد طن ماشيه تحت، كانت الاف 2 دي هتساوي ايه؟ ما كنتش عارف، ما كانش هيبقى فيه هنا واحد، ف اف 2 كانت ساعتها هتساوي صفر، وهنا ده بنسميه زيرو ممبر. اوكي، دي كيسز اللي ممكن نستخدم فيها الجوينت. ونفس الكلام برضو لو انا عايز اجيب الممبر ده اف 3، ممكن استخدم له برضو الجوينت. ليه؟ لان انا ممكن اقول لما واحد طن مره تقف هنا، هدرس الجوينت دي مرتين، مره الواحد طن واقف عليها، ومره واحد طن مش واقف عليها. لو انا خدت الواحد طن في الحته دي وجيت ادرس الاف 3، المحلله الرئيسيه بتاعت اف 3 هتتوافق مع الواحد طن، يعني هيساوي بعض، فساعتها هعرف اجيب الاف 3. فساعتها انا ممكن اشتغل عشان اجيب الاف 3، هشتغل في الحته دي جوينت ميثود. اوكي، وهي هتبان يعني في الحل، او انت حتى لو كنت حليت كذا مساله تراس، فانت ممكن بعينك كده تعرف ايه الحاجات اللي هتحلها جوينت، وايه الحاجات ايه اللي هتحلها سيكشن. اوكي، الحاجات اللي ما تعرفش تحلها بالجوينت بتحل سيكشن قولا واحدا يعني. وفي كذا حاجه يعني، دي حاجه انت ممكن حتى في درس تراس تكون عرفتها. لو انت مثلا قطعت قطعه ولقيت في القطعه بتاعتك ممبرين متوازيين، حاجه زي دول، وانا عايز الممبر ده اللي موجود عليه اكس، فانا باخد سيجما اف عمودي على الممبرين المتوازيين، فالممبرين المتوازيين هم صح، هاخد سيجما اف واي بقى ساعتها، لان الممبرين دول موازيين للاكس، فاخد سيجما اف واي بتساوي صفر، هعرف اجيب الممبر ده. تمام، نفس الكلام لو عكسنا او عملنا روتيت للبتاع ده هنا للشكل ده لفوق، فالتو ممبرز دول ساعتها باصين لفوق، فهاخد سيجما الاف عمودي على الاتجاه بتاعهم، فهعرف اجيب الممبر اللي انا عايزه. يعني من الاخر، لو انا قطعت قطعه ولقيت ممبرين متوازيين، هاخد سيجما اف عمودي على التوازي بتاعهم، يعني او على الاتجاه بتاعهم. طب لو وفي طريقه تانية ان انا اقطع واحاول اخد مومنت، طبعا دي برضو الممبرز معينه زي الممبرز الافقيه، ده كان الممبر هنا، انا بشتغل هنا على الممبر المايل، هنا الممبر الافقي، كنت ادور على البوينت اللي اخد مومنت واطير الممبرز ايا كان عددهم بقى اللي معايا. نيجي لحاجه لطيفه خالص، هي الزيرو ممبرز في الانفلونس لاين. حلو، انا دلوقتي عندي نوعين من الزيرو ممبرز، عندي ممبر دايما هيبقى زيرو، الفورس فيه دايما بزيرو، وفي ممبر مش هيبقى زيرو على طول، هيبقى زيرو لما الواحد طن اتحرك في حتت معينه. اوكي، الاكزامبل مثلا ان انا عندي واحد طن ماشيه فوق الكوبري ده، وعندي الممبر ده والممبر ده. اوكي، فدلوقتي لو انا هشتغل على الاف 1، الاف 1 هاجي اشتغل اشوف الممبر ده عايز احله، فهشتغل سيكشن ولا هشتغل جوينت؟ واضح قوي ان انا هشتغل جوينت. اوكي، طب عشان احل الممبر ده اشتغل على اي جوينت؟ الجوينت اللي فوق ولا الجوينت اللي تحت؟ بدور على اسهل جوينت في الممبر، فهي الجوينت دي. تمام، لو خدت سيجما اف للجوينت دي، والممبر ده احنا هنسميه بيرمننت، اللي هو دايما هيبقى بزيرو. ليه بزيرو؟ هوريك دلوقتي في الاف 1. تمام، لو خدت سيجما اف واي بتساوي صفر، فهو الاف 1 دايما هيساوي صفر ايا كان مكان الواحد طن، لان واحد طن ماشيه فوق مش ماشيه تحت. اوكي،
لو ماشيه تحت هنتكلم كلام تاني، لكن هي دلوقتي ماشيه فوق، فال F1 انفلونس لاين بتاعه بيساوي صفر، فال F1 دايما هتساوي صفر. طب ال F2 دي بقى هي تمبر، يعني مش كل مره هتساوي صفر. ف F2 هشتغلها جوينت ميثود مش سيكشن ميثود، اوكي؟ ودي بتتصنف عندي ان هي تمبر، يعني هي مش على طول هتساوي صفر، فدي هدرسها مرتين. مره ان الواحد طن واقفه هنا، اوكي، ساعتها مثلا هاخد سيجما اف واي بتساوي صفر، دايما بفرض ان الممبر بتاعي تنشن، وهقول اف 2 ناقص 1 بتساوي صفر، يبقى الاف 2 بتساوي 1، سوري اف 2 زائد 1، فاف 2 بيساوي سالب 1، تمام؟ فانا لما واحد طنط بوقفه هنا هنزل بواحد، اوكي؟ تمام. ايه الفكره ان انا دايما بفرض الممبر بتاعي تنشن؟ عشان فرضا لو كان عندي الواحد طن وانا كنت فارض مثلا الاتجاه الصح بتاعها كده بتاع ممبر اف 2، ولو كنت اخدت سيجما اف واي فكان الاف 2 هتساوي 1 طن، بس انا لما اكتب هنا 1 طن هكتب ان هي كومبريشن، فانا عشان اريح دماغي وبدل ما كل ممبر افرضه الفرضيه الصح بتاعته، فانا ممكن ان انا اوحد واقول ان انا هفرض ان الممبر ده تنشن، تمام؟ كان تنشن هيطلع لي بوزيتيف، في الكيس دي هيطلع لي نيجاتيف عشان هو المفروض هيبقى كومبريشن، فهي هنا النيجاتيف يعني الاثنين ظبطوا بعض ان هي كومبريشن هتبقى نيجاتيف، ولو هي الفرضيه بتاعتي صح فهي تنشن، تمام؟ وبكده الممبر هو اصلا حاسس بتنشن. نرجع للحته بتاعتنا هنا، فانا مره هفرض ان الواحد طن هنا واعمل سيجما اف، ومره افرض الواحد طن في حته تانية، في اي حته بقى، في جوين دي، في جوين دي، في جوين دي، في اي حته. فلو واحد مثلا في جوين دي وهاجي هدرس الجوين دي، يعني انا قصدي لما واحد طن تبقى هنا فكاني هشوف البوينت دي حاسه بايه، فهشوف البوينت دي حاسه بايه عند الممبر اف 2، فاخد سيجما اف واي بتساوي صفر، اف 2 بتساوي صفر، تمام؟ هنا اف 2 هتساوي صفر، لو حطيت واحد طن هنا ما انا ستيل بدرس الجوين دي عشان اشوف الممبر اف 2 ده حاسس بايه، فاحط دي بصفر ودي بصفر ودي بصفر، تمام؟ واوصل، تمام؟ فانا دلوقتي عرفت نوعين من الزيرو ممبرز، في ممبرز عندي دايما هي بصفر وفي ممبرز مش دايما بصفر، اوكي؟ طب كرولز عامه احنا هنشتغل ازاي؟ احنا اول حاجه نفرض الممبرز، نفرض الممبرز كلها تنشن، تمام؟ وبعد كده اشوف الممبر اللي انا هدرسه هل هو زيرو ممبر ولا لا، وبعدين بعد لما حددت الممبر بتاعي زيرو بيرمننت او زيرو تمبرري او مش زيرو خالص، هشوف انا هحل بالجوينت ميثود ولا هحل بالسكشن ميثود، اوكي؟ عندي اكزامبل مطلوب مني كذا سكشن، انا من الاول هحط الرياكشنز بتاعتي، انا عارف ان عندي واي اي وهيبقى عندي واي بي، والهوريزونتال فور او هوريزونتال رياكشن عندي ان مفيش اي فورس هوريزونتال، فالهوريزونتال رياكشن عندي بصفر، اوكي؟ وابص واركز انا عندي الواحد طن ماشيه فوق ولا ماشيه تحت، لان هي هتفرق، اوكي؟ الاثنين مسالتين عامه زي بعض، انا بس حاططهم يعني عملت دي كوبي هنا كده عشان اعرف ارسم تحتيها، اوكي؟ هحتاج ورقه كده معايا كده جانبيه احط فيها الكالكوليشنز بتاعتي، تمام؟ بس مبدئيا كده وانا مغمض عايز اطلع الانفلونس لاين للواي اي، هعمل ايه؟ احط واحد طن هنا، تمام؟ اقرب سبورت فين؟ صفر، واوصل دي كانت ليفر، همد عادي، تمام؟ بوزيتيف ودي بواحد، تشابه مثلثات دي هتبقى 1.25، دي 0.75، 0.5، 0.25، 0.25 برضه، دي نيجاتيف ودول بوزيتيف، نفس الكلام هنا، هحط واحد، هوصل بالصفر، همد من هنا كانت ليفر، كانت ليفر من ناحيتين، تمام؟ نفس الكلام، دي واحد، 1.25، 0.75، 0.5، 0.25، 0.25، دي سالب ودي موجب، تمام؟ ده كده إيه أول حاجة في المسألة. دلوقتي هخش على
F1 دلوقتي F1 هفرض أول حاجة زي ما اتفقنا كرولز إن الممبر ده تنشن. تاني حاجة، هل ده زيرو ممبر ولا لأ؟ اللي أنا شايفه إن هو لو الواحد طن جت هنا فهو مش هيبقى زيرو ممبر، طب لو الواحد طن مشيت عنه فهو هيبقى زيرو ممبر. ما خدناش بالنا إن هو زيرو ممبر. ممكن نقول إيه؟ هل الممبر ده ممكن نحله بالسكشن ولا بالجوينت؟ واضح قوي ان احنا ممكن نحلها بالجوينت لان هما تو انونز اصلا، وانا في الجوينت انا معايا تو ايكويشنز تمام، فانا ممكن افكر فيها كده. ما ظبطتش معايا جوينت احلها سكشن، بس خليني ابدا ان انا احلها جوينت تمام. انا كان عندي الممبر ده بالمنظر ده، كان عندي F1 مثلا كده، وكان عندي F2 كده، 3 4، والوتر هيبقى 5 تمام. انا ممكن احلها مرتين، مره الواحد طن واقفه هنا، ومره الواحد طن في اي جونت تانية بس مش عليها يعني تمام. هاخد سيجما اف واي بتساوي 0 للجوينت دي او للكيس دي تمام. هيبقى عندي F1 في 3 على 5 بتساوي 1، فانا F1 عندي بتساوي ايه؟ 5 على 3 تمام؟ وبإشارة بوستف. ده في الكيس لو واحد طن وقف عليها. طب الواحد طن مش موجود عليها، فانا ال F1 بصفر. طب هاجي اروح للرسمة بتاعتي، انا لما كانت الواحد طن وقف عليها يبقى هي كانت على البوينت دي، كانت كام؟ ببوستف 5 على 3 يعني 1.67، هطلع 1.67 تمام؟ لو الواحد طن مش واقف يعني واحد طن لو هنا كانت عندي بصفر، لو واحد طن واقفه هنا بصفر، وهكذا. فادي رسمه ال F1 تمام. طب اخش على ال F2 اهي نفس الكلام. هل ال F2 دلوقتي انا عارف ان ال F1 وعارف الانفلونس لاين بتاع ال F1 تمام. دلوقتي لو فاكرين احنا كنا اتفقنا ان الجوينت ميثود ممكن بنروح لها لو انا في علاقة ما بين الممبر اللي انا عايزه وبين انفلونس لاين الممبر اوريدي طلعته، او ما بين فورس اوكي. فدلوقتي عندي علاقة ما بين الممبر ده وما بين ممبر انا كنت مطلعه وفورس اصلا، يعني ثلاث حاجات. فانا هحلها مرتين، مرة كان الواحد طن عليها، مرة ويد واحد طن، ومرة وذاوت واحد طن زي اللي فوق وذاوت. فانا عندي ويد ومرة وذاوت، وذاوت دي اللي هو كأنها على اي جوينت تاني. فانا كان عندي F1 هنا ودي انا عارفها، عارف الانفلونس لاين بتاعها، وعندي هنا F2 وكان عندي هنا 1 طن تمام. فهقول F2 بتساوي لو خدت سيجما FX بتساوي 0، F2 بتساوي ايه؟ سالب F1 في 4 على 5 تمام. ده في حالة لو الواحد طن هنا. طب لو واحد طن مش عليها هتبقى الاف 2 برضو هتساوي سالب الاف 1، بس ساعتها الاف 1 اصلا كانت بتساوي 0، فالاف 2 هتساوي 0. فاهمين؟ انا فوق عندي لما كانت الواحد طن مش هنا كانت الاف 1 بتساوي 0، فنفس الكلام هنا انا كنت معتمد على الاف 1 واللي انا اوريدي كنت مطلعها، فانا عارف ان لو واحد طن مش هنا، لو مفيش هنا واحد طن، فالاف 1 لما تيجي تعمل سيجما اف واي فالاف 1 دي هتبقى بصفر، وسيجما اف اكس خلاص دي مش هتتساوى مع حاجه فعشان كده هتبقى بصفر. فهي اف 2 عند اي بوينت بصفر، لكن عند البوينت دي سالب 4 على 5 اف 1، فاف 1 عندي كان 1.67 صح؟ فانا هقول ايه؟ 1.67 في سالب 4 على 5 هيطلع لي 1.336، فانا ممكن اقول 1.33 وبالسالب تمام. كده رسمت الانفلونس لاين بتاعي، هي كله صفر مش لازم بقى اقعد اكتب ان كله صفر تمام. فعملت F1 وF2 F3 اللي هي دي. دلوقتي انا عندي الواحد طن ماشيه تحت صح، فانا F3 دي هدرس الجوينت اللي فوق مش هدرس الجوينت تحت. فالجوينت اللي فوق ايا كان مكان الواحد طن فهي دايما هتبقى بصفر، ف F3 دي زيرو ممبر اوكي. دلوقتي عندي
اف 4، اف 4 كانت هنا تمام، فدي اف 4. اف 4 دي هوريزونتال ممبر تمام، يعني انا لو قطعت القطعه كده هيطلع لي قط كده تمام، فساعتها هشوف دلوقتي انا عندي اف 4 صح. لما الواحد طن بقى زي ما كنا نعمل في البيمز والفريمز، لما الواحد طن تتحرك من هنا لهنا من هنا لهنا، واخدين بالكم انا ما قلتش واحد طن اتحرك لهنا، الممبر انا قطعت فيه مش باخد واحد طن عليه، انا بوصل وخلاص. ان انا بحط الواحد طن عندي لو انا شغال تحت هنا وهنا وهنا تمام، فانا هحط لما الواحد طن اتحرك عندي من هنا لهنا هشتغل من الناحيه التانيه، وهكذا لما الواحد طن اتحرك من هنا لحد هنا هشتغل من الناحيه دي. ماشي، ممكن نبدا عشان ما تلخبطش. في اف 4 او مثلا الجزء الرايت هشتغل على الجزء الرايت لما الواحد طن تبقى في الليفت صح. انا عندي لما واحد طن في الليفت هشتغل من الرايت صح، فانا الرايت اهي كاني بقى خلاص بدل ما ارسمها كاني مش شايف الجزء ده. هعمل ايه؟ هاخد سيجما مومنت حوالين البوينت اللي بيلتقي فيها التو ممبرز الثانيين اللي هي البوينت دي تمام، فهسميها مثلا اكس. فانا هاخد سيجما المومنت اباوت اكس واساويها بالصفر، اف 4 في 3 زائد واي اي في كام؟ في 4 بتساوي صفر. يبقى اف 4 هتساوي سالب سالب واي اي في 4 على 3 تمام. فاللي انا عملته ايه؟ انا قلت لما واحد طن اتحرك ليفت هشتغل من الرايت صح، فالسالب 4 3 واي اي ده بتاع الجزء ده، سالب 4 على 3 واي اي تمام. طب لما الواحد طن اتحرك هنا هشتغل في الجزء اللي على اليمين اوكي، سوري انا كان هنا كان قصدي ان الواحد طن بتتحرك رايت تمام، وبكده انا هشتغل ليفت. فانا هرسم الكلام ده في الرايت في اللي هو في الجزء ده تمام. الحته دي يعني انت بتلخبط شويه اللي هو انك بس محتاج تركز سنه زياده. طب انا عندي انا طلعت لما واحد طن تتحرك هنا فانا اشتغلت هنا، دلوقتي انا هحرك الواحد طن فين؟ هنا، واشتغل من ناحيه اليمين تمام. فدي عشان هتتحط في الليفت، دي بتاعت الليفت، وبالتالي انا هشتغل المومنت من ناحية اليمين تمام. فهنا انا هاخد سيجما مومنت فين؟ حوالين البوينت دي اللي هي اكس برضو تمام. فهقول سيجما مومنت اباوت اكس واساويها بالصفر، واقول اف 4 في كام؟ في 3 زائد واي بي 3 4 3 في 4 12 تمام، بتساوي صفر. ف اف 4 بتساوي ايه؟ سالب 12 واي بي على 3، فسالب 4 واي بي تمام. فالجزء ده هيبقى سالب 4 واي بي. فهتعمل ايه؟ هتروح عند البوينت دي، هتروح للواي بي، الواي بي كانت 0.25 ربع، اضربها في 4 هتطلع بواحد، اضربها في سالب فسالب واحد، وهنا سالب واحد، توصلهم ببعض نيجاتيف بوزيتيف واحد واحد. نروح على الجزء التاني، انا هنا رسمة الواي اي اللي هي دي هضربها في سالب 4 على 3 تمام. فانا هضرب هنا سالب 4 على 3 في نص، هيطلع لي ايه؟ 0.67. انا حسبت في الاول، هحسب في الاخر هنا 0.25 في سالب 4 على 3 هيطلع لي كام؟ 0.33 بالبوزيتيف تمام. اوصل ببعض تمام. انا دلوقتي اشتغلت من جزء في حاجه الإشارة،
الإشارة هي هنا فوق بوستيف سوري وتحت نيجاتيف، فوق بوستيف وتحت نيجاتيف. تمام. دلوقتي أنا خلصت الجزء اليمين والجزء الشمال، هاجي عند الحتة دي وببساطة هوصلها. دلوقتي أنا عندي اف خمسة، اف خمسة هعمل ايه؟ هي نفس القطعة، عندي اتنين تو ممبرز متوازيين في القطعة بتاعتي، هاخد سيجما اف عمودي على التوازي بتاعهم، فهاخد سيجما اف واي لاف خمسة. تمام. فتاني اف خمسة لما الواحد طن تتحرك ليفت، تمام، يعني في الحتة دي اللي هرسم فيها، فانا هاخد المومنت، او بلاش المومنت، هاخد سيجما اف رايت للجزء اللي على اليمين. تمام. فهتبقى هنا لو خدت سيجما اف واي بتساوي صفر، هقول اف خمسة في كام؟ انا عندي المثلث الصغير كان بيقول لي تلاتة وتحت اربعة وهنا خمسة، فهقول تلاتة على خمسة وفي نفس بتساوي واي بي. تمام. فاف خمسة هنا هتساوي خمسة على تلاتة واي بي، فهنا خمسة على تلاتة واي بي. طب لو عندي الواحد طن بيتحرك رايت، فانا هاخد سيجما اف ليفت، يعني واحد طن بيتحرك هنا، فانا هاخد سيجما اف ليفت، فهقول سيجما اف واي بتساوي صفر. اوكي. وهقول اف في خمسة في تلاتة على خمسة زائد واي ايه بتساوي صفر، لان هو ده مع نفس اف خمسة في الاتجاه، فاف خمسة هتساوي سالب خمسة على تلاتة واي ايه. فهاجي هنا اقول ايه؟ ان دي سالب خمسة على تلاتة واي ايه. هبص على واي بي، انا كان عندي هنا 0.25 بالنيجاتيف، هضربها في السالب، يعني هضرب مش في سالب بقى، هضربها في بوستيف خمسة على تلاتة، هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 0.416 تمام، ونفس الكلام هنا 0.416 واوصلهم ببعض. هاجي في الجزء اليمين هضرب رسمة الواي ايه في سالب خمسة على التلاتة، هحسب نقطتين واوصل ما بينهم. ايه النقطتين؟ اول نقطة اللي هي 0.5، هضرب 0.5 في سالب خمسة على التلاتة هيطلع لي نيجاتيف 0.83، وهنا في الاخر هيطلع لي 0.4167 واوصل ما بينهم، دي لازم تبقى بصفر. تمام. فانا اوصل دي كده جت هنا، واجي عند الحته اللي في النص هوصل ما بينها، فوق بوزيتيف تحت نيجاتيف. تمام. اف 7 انا مش هعمل اف 6 لان هي زيها زي اف 4. اف 7 بتقول ايه؟ انا عندي الواحد طن دي هنشتغلها جوينت ميثود. تمام. انا عندي الواحد طن في الاف 7، واحد طن مره هتبقى فوق الجوينت، يعني هعملها مرتين، مره فوق الجوينت ومره في اي حته تانية، بس خلاص احنا عارفينها ومش لازم كل مره نعملها. فهنيجي عند الجوينت اللي عند اف 7 اللي هي هنا. اوكي. هنزل بواحد احنا اثبتناها في الاول، ودي نيجاتيف، بس خلينا نتاكد. انا عندي لما الواحد طن تيجي كده وانا اصلا بفرض ان الاتجاه بتاعي بيبقى تنشن، فهو وافق الاتجاه بتاعي. تمام. يبقى هي المفروض ما كانتش سالب، هي المفروض تبقى موجب، لان انت تاني لو خدت سيجما اف واي وانا دايما بفرض ان الممبر بتاعي تنشن، وتنشن يعني لو انا عندي الممبر اهو فهو كانه بيشد الجوينت بتاعتي. تمام. فلو خدت سيجما اف واي للجوينت دي سيجما اف واي، فانا كان عندي اف 7 ناقص واحد بتساوي صفر، فانا عندي اف 7 بتساوي واحد. تمام. فهي بتلعب بوزيتيف مش نيجاتيف، فبوزيتيف واحد. تمام. اف 10، اف 10 دي حكايه. ليه بقى حكايه؟ ان انت مره هتحلها بالجوينت ميثود
ومرة هتقول الواحد طن عليها ومرة تقول واحد طن مش عليها، تمام؟ ازاي؟ انا مرة هقول with واحد طن، فانا عايز اشوف هتعمل لي ايه. بفرض دايما ان الممبر بتاعي ده تنشن، تمام؟ فانا عندي دي اف 10، الواحد طن كانت نازلة لتحت وكان عندي واي ايه فوق. فلو خدت سيجما اف واي سويها بالصفر، فانا عندي اف 10 ناقص واحد زائد واي ايه بتساوي صفر. فاف 10 بتساوي واحد ناقص واي ايه. ده فين؟ ده فين؟ ده عند الجوينت دي. ان انا هنا درست لما الواحد طن كانت هنا، فلما واحد طن كانت هنا فهشتغل ان اف 10 بتساوي واحد ناقص واي ايه. هي واي ايه كانت هنا بكام؟ كانت بواحد، فهي هنا بصفر، تمام؟ ما طبقش الايكويشن دي في اي حتة تانية. طب في اي حتة تانية هطبق اي ايكويشن؟ هقول كأنها without واحد طن، تمام؟ كأن الواحد طن واقفة هنا مثلا، وانا هدرس الجوينت دي عشان اشوف اف 10 حاسة بايه، تمام؟ فلو خدت سيجما اف واي واضح قوي، هي دي اف 10 ودي واي ايه. فلو خدت سيجما اف واي فاف 10 بتساوي سالب واي ايه، فهي في اي حته تانية بالسالب واي ايه. فانا كان عندي واي ايه هنا 1.25، صح؟ هنا هتبقى نيجاتيف 1.25. هنا كان عندي 0.75، فهنا هتبقى نيجاتيف 0.75. هنا كانت 0.5 وهكذا، اقعد اقل لحد ما اوصل للصفر. وهنا 0.25، لا هنا هتبقى بوزيتيف 0.25، تمام؟ هوصل 1.25 دي بصفر، بعدين هطلع 0.75 هوصلها بالصفر هنا، لازم تبقى في صفر عند الجوينت هنا بس. نيجاتيف نيجاتيف ودي بوزيتيف. المسألة التانية كان عندي تراس بالمنظر ده وعندي الواحد طن ماشية تحت، تمام؟ ده كله تراس، وجيت عند الحتة دي عندي مثلث تراس كبير، تمام؟ فالستراكشر ده كله تراس، حلو؟ فدلوقتي انا ممكن عشان اسهل على نفسي الحل، فانا محتاج الغي زيرو ممبرز من على الرسمة عندي، تمام؟ بما ان الواحد طن ماشية تحت، لو انا جيت درست الجوينت دي فالواحد طن مش تيجي هنا خالص، هتعدي من تحت. فلو انت جيت درست الجوينتس دي وعملت سيجما اف اكس وسيجما اف واي وحليت المعادلتين في مجهولين، هيطلع لك ان التو ممبرز دول زيرو ممبر. وده حتى من قبل كده من الدرس بتاع يعني من بدرس تراس، احنا ممكن نبقى عارفين ان التو ممبرز دول زيرو ممبر، بس لو عايز تثبتهم معادلتين في مجهولين هيطلع لك ان التو ممبرز دول زيرو. بعد كده خلاص انت مش محتاجهم في حاجه، فانت ممكن تمسحهم خالص كده، تمام؟ هيطلع لك تراس من المنظر ده. وده حاجه لو فاكرين في البيمز مثلا كان عندنا حاجه مثلا زي كده، ممكن ده بيبقى شايل ومتشال، فاكرين الحته دي؟ فكان التو فيكسيشنز دول او سوري تو هنجز دول شايلين الممبر اللي فيه هنج واحده، وكنا ساعتها بنحط imaginary support هنا. نفس اللي عملناه هنا هنعمله هنا. بما ان التراس اصلا ده كله عبارة عن هنجات، فاحنا هنشوف فين اضعف حتة في الجزء ده. فهو اضعف حتة هي الحتة دي، صح؟ فانا ممكن افصل عندها، يعني كأنها يعني هي اصلا كده هي عبارة عن كلها هنجات، فانا هفصل عند الحتة اللي فيها هنج اللي هي الحتة دي. فبقى شكلها عامل ازاي؟ كنا اتفقنا لو انا عندي واحد طن هنا، فالجزء اللي متشال مش هيحس بالواحد طن. ولكن لو كان عندي واحد طن هنا، فالواحد طن دي الجزء ده هيشيله والجزء ده كمان هيشيله. ده معناه ايه؟ لما تيجي تحل الرياكشنات في الواي مثلا، في عايز مثلا ده واي اي وده واي بي وده واي سي، تمام؟ في الواي اي عندك واحد طن، لما تيجي هنا عند الواي اي فتحط واحد طن هنا، هتقف فين؟ هتقف عند الايماجينري سبورت ده بتاعك هنا، زي اللي كنا بنعمله بالظبط لما كان عندي كاميرا شايله متشال وبس، مش هكمل، تمام؟ ليه مش هكمل؟ عشان الواي اي دي هي هتحس بالواحد طن اللي ماشي عليه،
لكن لو واحد طن ماشي هنا فالواي ايه، هي مش شايلاها فهي مش هتحس بيها، فانا مش هكمل الرسمه هنا. تمام. طب لو انا عندي الواي بي دي، فالواي بي هاجي عند الواي بي هحط واحد هنا اقرب سبورت ليها صفر، واكستند الكانتليفر، وصلت هنا، هنا عندي كانتليفر فانت هتمد، فبقى الحته دي ده اكستنشن ده. خلاص انت دلوقتي خلصت الحته دي فدخلت على الجزء ده، هتوصل بالصفر وهكذا. ده الواي بي. طب الواي سي نفس الكلام، تطلع بواحد هنا عند الممبر ده هتبقى بصفر، عند سوري الهنج ده السبورت ده، هتعمل هتوصل هنا ده الواحد، هتمد ده بقى كانتليفر، هتنزل لتحت صح، دخلت على الممبر التاني فهتوصل بده بالصفر. تمام. باقي الرسمه هتعرف تطلع لو عندك مثلا طلب اي حاجه هنا هنا هنا، الحاجه دي كلها هتبقى سهله.